بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والصلاة والسلام على كل الأنبياء والرسل الكرام. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، أمور واضحة. وله ما سكن في الليل والنهار، أريد قال سكن في الليل، قدم من الليل لأنه في آية أخرى هو مناسبة زمنية للسكون. أنت سعيد في أرض الله وقت الشمس ولا الضوء موجود، وبعد التعب تجي الراحة لأنه فما تناوب، هي كما ديراج إن ألترنانس لورد يونيك تمار، يعني بين الليل والنهار فما تناوب، واحد يختبي والآخر يأخذ المكان. فيقول مولانا ولو ما سكن بالليل والنهار وهو السميع العليم، بالليل والنهار قل، أو جد قل أخرى، أغير الله يتخذ وليا، يعني أخذ من يحميني وكيلي، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وقت اللي هو خلق أورجيناتور النيفير كله، هو اللي كان سبب في وجوده. فايدة في تطويل الكلام، قل له قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ومش ولا أخذ أولياءهم من حزب الشيطان اللي يراه فيه عبر التاريخ وفي العصر القريب. ما لا رينا الماركسيين بلا حساب في أمة تدعي الإسلام ولينين وغيره وغيره وغيره. الله يهدينا ويبصرنا بعيوبنا. أيوة، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو اللي يغذي بيك، هو اللي لو الملك يعطيك منه ما يكفيك، يكفيك فكريا روحيا، يتبقى رعب نوعا ما صافية، فكرك نوعا ما عامل لمصلحتك في علاقاتك، نفس الشيء في الجانب الإيجابي في علاقاتك الاجتماعية، وهلو مجال يطعم ولا يطعم. دونك مش إطعام كان الماكلة والشرب لهم ولا الجنس، وهو يطعم ولا يطعم. قل جهة أخرى إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أنا راني مطلوب مني باش نكون إمام المسلمين اللي أسلموا أمرهم لرب العالمين. إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني شوف دائما النبي عليه الصلاة والسلام وفي الطلعة نزل عليه خير كلام، لا يمس ولا إنس ولا جن. والمسلم الحقاني في المرتبة القصوى هو نبينا عليه السلام، ونحن أتبعه احنا أهل إسلام وإيمان وإحسان كما علمنا الرحمن. وشكون قدوتنا؟ هو أسرتنا الحسنة محمد عليه الصلاة والسلام. إن قل إني أمرت، قل ابحثوا عنها القل، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. حضروا ربي قالوا أبدا لا تكون مشرك، قد إذا كنت سقط عليك حكم الله وكنت أتعس الناس هنا ومعذب في قبر من قبور الجحيم مكان فيه الويل العظيم، وبعد يوم البعث تصدم وتمر على الصراط والله أعلم تتقدم أم لا، وتأخذ كتابك بشمالك من وراء ظهرك. يعني هذا كل ما تفكروش ما يجيش على بالكم، باش نوريكم اللي احنا قاعدين نفهم ما سيأتي عموما، وانتم جاهلين تماما ما سيوقعكم في الخسارة التي ما بعدها ربح والعياذ بالله. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين، والسلام.